عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار السادسة أبدأها بالعناوين. قادما من بلجيكا، السيد الرئيس يصل إلى عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية. شكري يؤكد أن التنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية على أعلى مستوياته ولا تعديل على مبادرة السلام العربية. تزامنا مع قرار نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحام المسجد الاحتلال يصعد هجمته على المسجد الأقصى ويعتقل 7 من حراسه. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل السيد الرئيس محمود عباس اليوم إلى المقصورة الملكية في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية 28 في البحر الميت. وكان في استقبال سيادته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث استعرض ثلة من حرس الشرف وعزفت موسيقى القوات المسلحة الأردنية السلام الوطني الفلسطيني. وصافح السيد الرئيس كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأردنيين الذين كانوا في استقباله، فيما صافح العاهل الأردني أعضاء الوفد الفلسطيني. وسيتوجه السيد الرئيس إلى مقر إقامته في البحر الميت للمشاركة في أعمال القمة العربية 28 التي ستعقد يوم غد الأربعاء.
ولمتابعة وصول السيد الرئيس ولقاءاته، تنضم إلينا من مقر انعقاد القمة في البحر الميت مفادتنا شادن غنام. شادن، مرحبا بك، وضعينا، هل وصل السيد الرئيس إلى مقر إقامته في البحر الميت؟ أهلا محمد. بالفعل وصل السيد الرئيس محمود عباس إلى مقر إقامته في البحر الميت، ويرافقه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وناطق رسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار رئيس لشؤون الدبلوماسية السفير مجد الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري. قبلها طبعا استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني السيد الرئيس لدى وصوله من بروكسل السيد الرئيس مطار الملكة علياء الدولية المقصورة الملكية. من المقرر أن يشارك السيد الرئيس غدا في القمة التي تلتئم، وسيكون أيضا على هامشها اليوم وغدا العديد من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس محمود عباس والقادة العرب، إضافة إلى لقاءات مع مبعوثينا الدوليين الذين يتطلعون للقاء السيد الرئيس محمود عباس، خاصة بعد جولته الإقليمية والدولية الدبلوماسية والسياسية. سيكون التركيز في قمة عمان على دعم التحركات السياسية والدبلوماسية للسيد الرئيس محمود عباس، وصولا إلى أن يكون العام 2017 عاما مفصليا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، استنادا إلى ما جاء في إعلان نواكشوط في القمة 27، أي القمة السابقة. ومن المقرر كذلك أن يركز إعلان عمان حسب اجتماع وزراء الخارجية على مبادرة السلام العربية والوصول إلى حلول سياسية تستند إلى المبادرة العربية للسلام، إضافة إلى ما سيتناوله من الأوضاع التي تعيشها الدول العربية منذ فترة من صراعات داخلية وإرهاب في هذه الدول، إلا أن الحصة الأكبر من الاهتمام تنصب على القضية المركزية وقضية إجماع العرب وهي القضية الفلسطينية. إذا نعم، السيد الرئيس حاليا يتواجد في مقر إقامته في البحر الميت ويرافقه الوفد الفلسطيني. شكرا لك شادن، كنت معنا من مقر انعقاد القمة العربية في منطقة البحر الميت في الأردن. هذا وانتهت اللقاءات التحضيرية التي جمعت وزراء الخارجية العرب في مقر انعقاد القمة في البحر الميت تمهيدا لعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر غدا بحضور القادة العرب والوفود المشاركة. بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 28، تصدرت فلسطين جدول الأعمال. ستحظى القضية باهتمامات كبيرة، كون هناك جمود في عملية السلام، وكون هناك الاستيطان الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن قضم الأرض يوميا ومصادرة وإعاقة حل الدولتين الذي أصبح هو هدف عالمي وهدف المجتمع الدولي. وبالتالي سيكون إعلان عمان الذي سيصدر عن القمة غدا يتناول محاور أساسية، منها التركيز على مبادرة السلام العربية والتركيز على ضرورة الوصول إلى حلول سياسية. على هامش القمة التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري، لقاءات ثنائية من المقرر أن تجمع السيد الرئيس محمود عباس مع القادة العرب والمبعوثين الدوليين الذين يتطلعون للقاء سيادته دعما للحركة الدبلوماسية الفلسطينية والوقوف بجانبها. تحدثنا عن قراراتنا ودعمهم لقراراتنا، تحدثنا أيضا عن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن وهو كيف سيحمل القضية الفلسطينية والهم الفلسطيني معه في هذه الزيارة. مع وزير خارجية الأردن كان نفس الشيء، لأن جلالة الملك سيذهب إلى هناك، وأيضا كان الحديث عن طرح القضية الفلسطينية في هذه الاجتماعات القادمة. القضية الفلسطينية وما يتعلق بها من قرارات، إضافة إلى الكيفية التي ستطرح بها خلال اللقاء المصري الأمريكي والأردني الأمريكي المرتقب، تناولتها اللقاءات التي جمعت المندوب الدائم لفلسطين في الجامعة العربية جمال الشوبكي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره المصري ونظيره الأردني كل على حدة.
مشاركة واسعة من زعماء وقادة الدول العربية في قمة الأردن، مشاركة هي الأكبر على مستوى القادة الذين بدأوا الوصول إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة التي ستتصدر فيها القضية الفلسطينية جدول الأعمال وتبقى أبرز أولوياتهم. لتلفزيون فلسطين أروى حماد من البحر الميت. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الملف الفلسطيني سيكون مطروحا بقوة على أجندة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر القادم، مؤكدا أن الطرح المصري للقضية الفلسطينية سيكون وفق مبادرة السلام العربية. القضية الفلسطينية دائما تحتل أولوية في كافة المحادثات التي يجريها السيد الرئيس مع نظرائه على المستوى الدولي، وبالتأكيد أنه اللقاء الذي سوف يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي الإدارة في فترتها الأولى سوف يكون له أهمية، وأيضا سوف يتناول القضية الفلسطينية بتفصيل. نحن دائما نطرح هذه القضية وفقا للعناصر التي يتوافق عليها ليس فقط الدول العربية ولكن التي يتم طرحها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. ونفى شكري في مقابلة مع تلفزيون فلسطين على هامش مشاركته في القمة العربية في الأردن إدخال أي تعديلات على مبادرة السلام العربية. هذا الأمر واضح ويتم تأكيده في كل قمة وفي كل اجتماع لمجلس الجامعة، وليس هناك أي تغير في احتضان الدول العربية لهذه المبادرة وفقا لمكوناتها وفقا لتسلسلها المتوافق عليه. وشدد شكري على أن التنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية على أعلى مستوياته لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. هناك دفع قوي من قبل المجتمع الدولي ورؤية واضحة لكيفية حل الصراع بناء على حل الدولتين. كلما تعزز هذا كلما اقتربنا من هذه النقطة، وطبعا في المقام الأول هو التنسيق الوثيق مع السلطة الوطنية ومع فخامة الرئيس محمود عباس حتى ننقل دائما الرؤية التي تتوافق مع متطلبات وطموح الشعب الفلسطيني ذاته، وهو الأساس وهو الذي نتطلع ونأمل ونسعد إن شاء الله بإقامة دولته على أرضه المحتلة. وأكد شكري أن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل مرتبط بتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واضحة في تسلسلها، هي تقوم على تحقيق الدولة الفلسطينية والتعامل مع قضية اللاجئين وموضوعات الحل النهائي وقضية التطبيع وإقامة علاقات طبيعية فيما بين الدول العربية وإسرائيل عندما تتحقق هذه المكونات المختلفة من المبادرة. استقبل رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله في مكتبه برام الله رئيس جمهورية سلوفاكيا أندري كيسكا، وبحث الحمد الله مع الضيف بحضور وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك ووزير الخارجية دكتور رياض المالكي سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلت عام 2015. وثمن رئيس الوزراء دعم سلوفاكيا المستمر لفلسطين مؤكدا عمق العلاقات الثنائية ومشيرا إلى أهمية دعم سلوفاكيا مباحثات انضمام فلسطين لاتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي. وأطلع الحمد لله الرئيس السلوفاكي على انتهاكات الاحتلال المستمر داعيا سلوفاكيا إلى بذل مزيد من الجهود للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية.
دعا مجلس الوزراء إلى مشاركة واسعة في الفعاليات التي ستقام في الذكرى الأربعين ليوم الأرض، مشيدا بصمود شعبنا على أرضه. وثمن المجلس في جلسته الأسبوعية اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 4 قرارات خاصة بفلسطين، مشيرا إلى أن التصويت على هذه القرارات بأغلبية ساحقة يعد استفتاء دوليا جديدا برفض الاحتلال وتبعاته. في الوقت الذي يستعد فيه أبناء شعبنا لإحياء الذكرى 41 ليوم الأرض الخالد، وجه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا بهذه المناسبة، داعيا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى، مشددا على أن يوم الأرض هو أحد رموز وحدة شعبنا وتلاحمه في كافة أماكن تواجده، ويجدد فيه شعبنا تمسكه بأرضه ودفاعه عنها في وجه مواصلة الاحتلال ومستوطنيه تنفيذ مخططاتهم للاستيلاء عليها. وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها مشروع القرار الذي يؤكد على مركزية قضيتنا بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، وإعادة التأكيد على سيادة دولة فلسطين فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334. هذا وثمن مجلس الوزراء تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين تشمل تجريم البناء في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، كما جدد التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره وضمان احترام مبادئ القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم انتهاكها. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس منزلين في بلدة العيسوية بحجة البناء بدون ترخيص. وأفادت مراسلتنا أن قوة معززة من جنود الاحتلال وألياته اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا يعود للمواطن أحمد أبو الحمص، ثم شرعت بهدمه، في حين أقدمت على هدم منزل آخر في العيسوية يعود للمواطن رياض محسن. اللي صار اليوم تقريبا الساعة 3 حاصر المنطقة أكثر من 200 جندي وإجا الجرافة معهم، وطبعا بلشوا بهدم السكنة، هذه سكنتين وهذه مفصلة لأحمد صالح أبو الحمص ولأبوه عاجز، موجود اليوم أبوه في المستشفى كان لازم قبل أسبوع يسكن فيها. إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منزلين حديثي البناء وأربعة بركسات للسكن وحظيرة للماشية في منطقة المطار شرق أريحة بحجة عدم الترخيص. في منطقة المطار شرق أريحة تكررت صباح اليوم أعمال الهدم والتجريف، فطالت أنياب جرافات الاحتلال منزلين حديثي البناء وأربع بركسات للسكن وتربية المواشي ضمن سياسة استهداف عناصر الصمود والبقاء الفلسطيني في هذه المنطقة، ما يعكس إصرار حكومة الاحتلال على استبدال السلام والاستقرار بالعنف وهدم البيوت والمنشآت ومصادرة الأراضي، متناسية هذه الحكومة أن الاستيطان سيحقق لها مزيدا من العزلة الدولية. هدير جرافات الاحتلال على مقربة من نهر الأردن والبحر الميت بمثابة رسالة بعثت بها حكومة الاحتلال إلى القادة العرب الذين سيبحثون في قمتهم القادمة سبل إحلال السلام ونزع فتيل الحرب بين الفلسطينيين والعرب ودولة الاحتلال على قاعدة حل الدولتين والعيش بسلام، إلا أن غطرسة وعنجهية أصحاب القرار في إسرائيل لم تمكنهم من سماع دعوات المنادين بالسلام العادل. التصعيد الإسرائيلي المتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية منهج عدائي تمارسه حكومة الاحتلال لتحدي قرارات الأسرة الدولية، إلا أنه يزيد من عزلة هذه الحكومة التي لا ترى حقيقة الجغرافيا والتاريخ ولا تؤمن بأن الحق سيعود لأصحابه عاجلا أم آجلا.
ما بين طريق التفافي وخندق عسكري يخنق المدينة ويحاصرها من كافة الجهات، وإجراءات احتلال لا يعرف إلا القتل والدمار، ولا يحترم القانون والأعراف الدولية، ولا يرى في السلام إلا القتل والإرهاب والتدمير ومصادرة المزيد من الأراضي. فتحي براهمة، تلفزيون فلسطين، أريحة. اعتقلت شرطة الاحتلال 3 أفراد من الضابطة الجمركية واقتادتهم إلى مركز شرطة مستوطنة أرئيل الجاثمة على أراضي المواطنين، وذلك خلال محاولتهم منع تهريب بضائع إسرائيلية إلى محافظة سلفيت. وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية إلى أنه خلال إيقاف أفراد من الضابطة شاحنة محملة ببضائع إسرائيلية مهربة دون أوراق رسمية، حاول السائق الهرب وصدم الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط بكسور في يده، حيث حضرت للمكان دورية للشرطة الإسرائيلية واعتقلت أفراد الضابطة واصطحبتهم إلى مركز الشرطة في المستوطنة واحتجزتهم. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو لؤي بني عودي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية. أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي. يسعد مساك، مساء الخير لك ولكل الأخوة. بداية طمن، هل تم الإفراج عن الضباط 3؟ يعني للأسف تم توقيفهم على ذمة الإدارة المدنية الإسرائيلية ولإفراد التحقيق بتهم نسبت إليهم. ونحن بداية نتمنى بالشفاء العاجل لزميلنا المساعد أول عمر حمزة، والذي تم إصابته بكسور في يده أثناء محاولة هروب وهرب التاجر أو سائق المركبة، حيث اصطدم بالمركبة سيارة الضابط الجمركية، وأيضا بالبداية دهس أو ضرب هذا المساعد أول ما أدى إلى إصابته، نقل المستشفى وإصابته بكسور في يده اليمنى. طب أستاذ لؤي، يعني الاتصالات والإجراءات يعني إلى أين وصلت في هذا الموضوع، ويعني وقوع حادث مثل ذلك كيف ستعالجونه وكيف سيتم التعاطي مع ذلك؟ يعني بالتنسيق وبالتواصل مع الارتباط العسكري والارتباط المدني، يعني الإسرائيليين أفادوا بأن هناك يعني هو العمل يكون بأن الطواقم عملت في منطقة سلفيت أو بديا، هو كان بدون تنسيق، مع العلم أنه الطواقم كانت بالزي المدني وفي داخل بلدة بديا، وبدون أي يعني السيارة أو المركبة ليست عليها لا أي لوحات ولا أي شعارات ولا أي شيء، لكن الطرف الإسرائيلي والطرف الآخر هو معني بإفساد السوق الفلسطيني وإغراق السوق الفلسطيني بالبضائع الفاسدة والتالفة، محاولة تعطيل مهام وعمل الضابطة الجمركية من خلال هذه ليست المرة الأولى اللي بتعرضوا فيها لطواقم الضابطة الجمركية، ومعروفة خصوصية منطقة سلفيت محاطة ومليئة بالمستوطنات وبالمناطق الاستيطانية والصناعية خصوصا، وبالتالي هناك يعني استهداف واضح من الإسرائيليين لطواقم الضابطة الجمركية ومنع عملهم في مجال تهريب ومنع التهريب ومكافحة التهريب. نعم، فيما يتعلق بمن قام بدهس الضباط، يعني هل تم إلقاء القبض عليه؟ يعني هو للأسف أيضا موجود عند الإسرائيليين وتم استحابه مع الشرطة الإسرائيلية، حيث أنه للأسف ادعى أنه تم التعرض، يعني بادعاء أنه تم التعرض له بالضرب، وبالتالي يعني هناك هو من قدم بشكوى ضد الطواقم الضابطة الجمركية، وهذا ادعاء باطل، ولكن يعني كل من يحاول التهريب أو كل من يقوم بعمليات إفساد هو يدعي هذا الادعاء، ليس بالغريب يعني للأسف، يعني بالعكس هو من اعتدى على طواقم الضابطة، وهو من ضرب أو أذى سيارة الضابطة الجمركية، وهو من حاول الفرار والفرار والهرب من طواقم الضابطة الجمركية. يعني مثل هذه المشكلة مع مسألة التهريب، يعني ما الرسالة توجهونها أنتم في العلاقات العامة والإعلام في إطار الضابطة الجمركية وللمواطنين وآليات التعاطي مع مثل هؤلاء الذين يعني يحاولون تمرير ما كل ما هو يفسد السوق المحلي؟ حقيقة هناك رسالتين، الرسالة الأولى هي للمهربين، والأسف لا نسميهم تجار وهم ليسوا بتجار، للمهربين بأن يكونوا هم يعبثون بحياة الناس، يعني في المحصلة هم يعبثون بحياة وأمن المواطن الفلسطيني واقتصاده وصحته وغذائه، بالتالي الرسالة لهؤلاء المهربين بأن يكون لديهم حرص ومسؤولية أعلى وأكبر، وأن يلتزموا بالإجراءات القانونية والرسمية المعمول بها في الأرض الفلسطينية، سواء كان يحمل هوية زرقاء أو هوية فلسطينية. من يعمل ضمن الأراضي الفلسطينية يجب أن يخضع للإجراءات والقوانين الفلسطينية المعمول بها في الأرض الفلسطينية.
ثانيا هناك رسالة للمواطن الفلسطيني ولإخواننا المواطنين بأن يكون لديهم مسؤولية أعلى، وأيضا أن يكونوا شركاء في منع وتهريب وضبط كل من تسول له نفسه بالعبث في أمنهم واقتصادهم. نحن نعمل من أجل خدمة المواطن الفلسطيني، من أجل تحقيق أمن اقتصادي وأمن غذائي وأمن صحي. هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الضباط وهؤلاء الأفراد الذين يعني عرضوا حياتهم للخطر وكانوا عرضة أنهم يعني للدهس في سيارة يعني بما سموها قاطرة ومقطورة أو جار هم يعني معرضين للاتهامات. نعم. والآن يعرضوا للتحقيق والاتهام من قبل الجانب الإسرائيلي بمزاولة أعمال في مناطق ما يسمونها سي. هذا 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 الشيء يجب أن يكون لدى المواطن الفلسطيني خصوصا في المناطق المصنفة سي دور أساسي وأكبر وفاعل في منع كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن الأمن يعني المواطن الفلسطيني. بنص دقيقة، لكن يعني الاتصالات جارية من أجل تأمين حماية هؤلاء وإخراجهم من هناك. تنسيق وهناك اتصالات وتعاون ما بين الارتباط العسكري يعني الجهات المختصة. المدنية نعم الجهات المختصة من أجل أن يكونوا بإفراجهم على الأقل. شكرا لاستكمال الجهة. شكرا الرائد الأيبن عودي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابط الجمركية، شكرا جزيلا لك. شكرا. قالت وزارة الخارجية أن تكثيف الحكومة الإسرائيلية دعمها المالي للاستيطان تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات. وأضافت الوزارة في بيانها أن تحويل مبلغ 27 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة المساعي الأمريكية الأخيرة لإحياء عملية السلام عقب زيارة مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. إلى الغرب من بيت لحم في قرية الولج، تصدى أصحاب الأرض برفقة ناشطين من هيئة الجدار والاستيطان لشركة إسرائيلية شرعت بوضع علامات حدودية بهدف الاستيلاء على أراضيهم. إلى الغرب من بيت لحم هنا في قرية الولج التي تتعرض لحصار استيطاني توسعي يلتهم أرضها يوما بعد آخر، شركة إسرائيلية تحاول الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 618 دنما في جبل أرويسات ضمن حدود القرية. كنت أحرث صباح اليوم في أرضي في عرك زنيد جنوب الولجة، أجت قوات إسرائيلية ومعها مستوطنين مش عارف ما هي شركة، كان معهم مساح في الأراضي يمسحوا، وأما حاولت أحكي معهم شو بدكم تسوون ما أعطونيش إفادة. هي محاولات إسرائيلية متواصلة تهدف لسرقة الأرض وتقويض حل الدولتين. الاحتلال يواصل احتلاله ويواصل إجراءاته على أرض على الأرض، ويواصل مصادرة الأراضي وأيضا جدار الفصل العنصري المحاط بالقرية بشكل كامل، ومما يفقد المواطنين في هذه القرية جزء كبير من أراضيهم. إجراءات احتلالية وهي تسعى في مجملها لفرض سياسة الأمر الواقع وتبرق رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها عن جهية إسرائيل ومخالفتها الصريحة للقوانين الدولية. وأما الصمود والتشبث في الأرض فهو عنوان الكل الفلسطيني. هي سيوف تغرس في قلوب المواطنين هنا في قرية الولجة وفي كافة المحافظات الفلسطينية جراء الإجراءات الاحتلالية والاستيطانية التوسعية على أراضيهم، وهي ذاتها رسالة للعالم أجمع بأن آن الأوان أن يحظى شعبنا بالحرية والاستقلال. على أيدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم. مع اقتراب عيد الفصح اليهودي صعد الاحتلال هجمته على حراس المسجد الأقصى المبارك واعتقل 7 منهم خلال 24 ساعة، وذلك تزامنا مع قرار رئيس حكومة الاحتلال السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحام الأقصى بعد شهر رمضان المبارك. اقتحامات المستوطنين الاستفزازية التي تتم بقوة السلاح وجولاتهم في رحاب الحرم القدسي الشريف وهم حفاة الأقدام التي تشمل تأدية صلوات تلمودية ومحاولة سرقة خبير آثار حجارة من الأقصى أشعل التوتر فيها، وكان حراسه أول المستهدفين لتصديهم لهذه
الاستفزازات. فخلال 24 ساعة اعتقلت قوات الاحتلال 7 حراس بعد الاعتداء عليهم. هذه استباحة وزعرنة وقرصنة من جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال ضد الأقصى وضد حراس الأقصى وضد ما كل ما هو موجود في الأقصى من حجر وشجر وبشر. طبعا لنا اتصالات مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع التي تعمل ليل نهار على تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، لكن واضح بأن حكومة إسرائيل وشرطة إسرائيل لا تريد لا تهدئة ولا تريد أن يكون المسجد الأقصى هادئا. هجمة ميدانية تتزامن مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، والذي عقد من أجله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا قرر خلاله السماح للسياسيين من وزراء وأعضاء كنيسة باقتحام الأقصى بعد شهر رمضان المبارك، أعقب منعا استمر 18 شهرا. هذه معركة يريدون لها أن تكون دينية، ثقافية، حضارية، سياسية، عسكرية، ولكن فيما يتعلق بالتاريخ والحضارة والحق هم لا يستطيعون أن يحققوا أي إنجاز. ادعاءات الاحتلال بعدم تغيير الوضع القائم لا تكذبها هذه الاقتحامات فحسب، فأظهر آخر استطلاع للرأي أن 80% من الإسرائيليين يرفضون التخلي عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي في أي تسوية سياسية. الإجراءات التصعيدية الاستفزازية في الأقصى المبارك تضع كامل القدس والمنطقة على صفيح ساخن بفعل مساس الاحتلال بأحد أهم المقدسات الإسلامية في العالم من باب المجلس في البلدة القديمة. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. إلى ذلك أطلقت ما تسمى منظمة طلاب من أجل الهيكل اليهودي المتطرف دعوات لتنظيم احتفالات ما يسمى بالبلوغ اليهودي في المسجد الأقصى المبارك بدلا من إقامتها في ساحة حائط البراق. وأطلقت المنظمة حملة إعلامية دعت فيها المستوطنين إلى تنظيم احتفالاتهم التي تتزامن مع حلول عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى الشهر المقبل. ومعنا لمتابعة الموضوع عبر الهاتف فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. أستاذ فراس، مرحبا بك. أهلا بكم جميعا. أستاذ فراس، المغزى والمعنى من وراء يعني الإعلان عن مثل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي يسعى إليها منظمة طلاب من أجل الهيكل؟ يعني منظمات جبل الهيكل في الآونة الأخيرة عندما تلاقي هذا الدعم الكبير من الأحزاب اليمينية وحكومة نتنياهو يعني لا يبهون، أصبحت يعني هذه المنظمات تتعدى كافة الخطوط الحمر التي وقدسية المكان. عندما يأتون ويقتحمون جماعاتهم، يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، نرى أن هناك أعمال استفزازية من محاولة وأداء صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، اقتحامهم لباس المتدينين وحفاة الأقدام، هذا كله هذا أدى في إطار جديد وإطار نوعي، والاقتحامات النوعية من قبل أمناء جبل الهيكل أصبحنا نرى أن هناك اقتحامات نوعية مستمرة. فهذه الجماعات عندما تلاقي دعم كبير من قبل حكومتهم وأحزابهم اليمينية المتطرفة، وأنهم يتمادون ويستمرون في الوقاحة التي نشاهدها في الآونة الأخيرة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، والتطاول الكبير الذي نشاهده أيضا من الناطقين باسم هذه الجماعات وأحزابهم، ونحن نتابع ما يصدرونه وما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم، نرى أن هناك دعوات مستمرة ومستمرة أيضا كل يوم تلو الآخر، والآن هناك دعوات لتكثيف الاقتحامات وتكثيف الصلوات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. ونحن الآن مقبلين على ما يسمى بعيد الفصح الإسرائيلي، ونحن مقبلين على اقتحامات كبيرة جدا، وفي ظل أن نتنياهو يسمح لأعضاء الكنيسة سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى وتوتير الوضع مرة أخرى داخل باحاته، يعني هيك عن التوتر الحالي أيضا يريد توتير الوضع أكثر فأكثر ليصبحوا أو يحققوا ما ينوون تحقيقه من خلال الحكومة الإسرائيلية، وهو تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. وما يجري الآن المسجد الأقصى واضح، وهذه الأحزاب
تسير وتمضي وفق مخطط حكومة الاحتلال الذي تضعه لهم. نعم. يضعونه داخل المسجد الأقصى المبارك. أستاذ فراس، أمام يعني هذه المخاطر التي تأتي تباعا ويبدو أنها واضحة بطرق مدروسة، موضوع هذه الجمعية، موضوع تصريحات بالسماح لأعضاء الكنيسة والوزراء بعودة السماح لهم وتكثيف عمليات الاقتحامات، ما هي رسالتكم وماذا ستفعلون من أجل مجابهة تمرير مثل هذه القضايا التي ترتبط بالوصول إلى التقسيم المكاني؟ يعني الرسالة واضحة، هي على حكومة الاحتلال أو هي أن اهتمت بالسلام وتهتم بتهدئة المكان، عليها احترام قدسية هذا المكان واحترام الاتفاقات الدولية بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية، وعليها احترام ما يجري في داخل والاستاتيكو المتعارض داخل باحات المسجد الأقصى وداخل المسجد الأقصى المبارك. هذا المكان هو تحت الوصايا المملكة الأردنية الهاشمية، ودائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية هي التي تشرف على المسجد الأقصى المبارك، وهي التي تتحكم بالمسجد الأقصى المبارك. عليها أن تتخذ إجراءات أحادية الجانب بما تفعل، هي كل يوم هناك قرارات أحادية الجانب وهناك انتهاكات مستمرة، هناك تعطيل لجميع مشاريع دائرة الأوقاف ومؤسسة الإعمار والإعمار التابعة لدائرة الأوقاف، هناك تعطيل لأي عمل أو أي إنسان يريد أن يعمل أي شيء داخل المسجد الأقصى، هناك انتهاكات واضحة على دولة الاحتلال وعلى دولة الصهيونية وحكومة نتنياهو أن يعقلوا في عملهم داخل، أن يراجعوا حساباتهم في هذا المسجد الأقصى المبارك، يخص مليار و700 مليون مسلم، لا يخص فقط أهل القدس وأهل الضفة أو فلسطين بشكل عام. هذا المكان عليهم أن أرادوا الهدوء وأن أرادوا السلام العام، يجب عليهم الابتعاد عن المسجد الأقصى المبارك. هذا المكان مبارك، أولى القبلتين والثالث الحرمين، يعني هناك قدسية كبيرة في هذا المكان. يعني دائرة الأوقاف الأردنية ونحن نتابع البيانات التي تصدر من وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة الخارجية الأردنية أو الناطق باسم الحكومة الأردنية، لأن أن هناك استنكارات عديدة ومتتالية بما يجري بالمسجد الأقصى المبارك، ولكن على يجب على الحكومات الضغط على حكومة إسرائيل بمنع من انتهاكاتها الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، السماح لجميع من يريد أن يصلي في المسجد الأقصى، أن يبتعدوا عن التنكيل بكل من يريد في الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. هناك حجز هويات، هناك تنكيل، هناك اعتقالات مستمرة لمن يريد الدخول أو أن ينوي الصلاة في المسجد الأقصى أو يريد صباحا أو باكرا أن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك، فإنه يواجه جبهة كبيرة من الشرطة أثناء دخوله، وكل ذلك نشاهده من أجل فرض ما تريده حكومة الاحتلال كما ذكرت، تريد تغيير الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك. ولكن هو نحن نقول لها وبصوت واضح وكلام واضح، المسجد الأقصى المبارك هو تحت الوصايا الأردنية، وصاحبة الوصايا عليه هي المملكة الأردنية الهاشمية، والسيادة هي لدولة فلسطين، هذه الاتفاقات، هذا هو المعترف. نعم. هذا ما يعرف دوليا. شكرا جزيلا لك فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، شكرا. طلب أهالي الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقري الصليب الأحمر في مدينتي البيري وطول كرم بتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال المتواصلة بحق أبنائهم في السجون. بلهفة المشتاق تشارك والدة الأسير عماد نعيم الشريف من القدس المحتلة في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى في مدينة البيري إلى جانب أمهات الأسرى، تحمل صورة فلذة كبدها الوحيد القابع في سجون الاحتلال منذ 14 عاما والمحكوم 27 عاما. وضعنا كتير سيء بسبب غيابه عنا، لأنه أنا ووالده كبرنا في السن وبنعاني من أمراض عديدة، نحن بحاجة أنه يكون بجانبنا يساعدنا، وكمان لما بنروح على زيارة نزوره هو في سجن النقف الآن، كتير بنعاني ونتعب كتير. وبالتزامن مع القمة العربية طالبت الهيئة العليا للأسرى باعتبار يوم الأسير في 17 من نيسان يوما عربيا لإسناد أسرانا خلف القضبان. نطالب باعتبار يوم الأسير يوم عربي لخروج المسيرات للتضامن وإسناد أسرانا في سجون الاحتلال، أيضا رسالة للمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف عمليات القمع اليومي والتنكيل المتواصل بحق الأسرى. وفي مدينة طول كرم أيضا ندد أهالي الأسرى أثناء اعتصامهم أمام مقر الصليب الأحمر بممارسات إدارة مصلحة السجون الوحشية بحق أبنائهم، مطالبين بتوفير الحماية لهم والمنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية. كثير من المرات وكثير من الكلمات توجهنا بها إلى المؤسسات الحقوقية والعالمية والإنسانية، ولكن للأسف لم تسمع. فإحنا الآن نذكر الأهالي ونقول علينا أن نكثف من الاعتصامات والاحتجاجات
ورفع الصوت العالي بحق أبنائنا. وكما كل مرة جدد المعتصمون نداءهم إلى المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل الفوري لوقف عمليات القمع والتنكيل اليومية بحق الأسرى داخل السجون. يستمر التضامن الأسبوعي مع الأسرى وقضيتهم دون كلل أو ملل، ما يشكل عنصرا داعما لهم ولمطالبهم ليبقى صوتهم صوت الحرية وإن كانوا داخل أقبية السجون. هدي الشوامل، تلفزيون فلسطين، رام الله. أثمرت المتابعات القانونية التي قامت بها لجنة إعمار الخليل منذ 8 أعوام بانتزاع قرار من محكمة الاحتلال يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى دويك الملاصق لمستوطنة بيت هداسة في شارع الشهداء المغلق بقلب مدينة الخليل. هي صور استطاعت لجنة إعمار الخليل توثيقها بعد أن دخلت قبل عامين منزل عائلة لدويك، حيث أظهرت مقتنيات المستوطنين الذين اقتحموه واستولوا عليه قبل أكثر من 15 عاما. منزل عائلة لدويك الذي يلاصق مستوطنة بيت هداسة في شارع الشهداء المغلق وسط الخليل، استطاعت لجنة الإعمار انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بإخلاء المستوطنين منه عن طريق متابعتها القانونية التي استمرت 8 سنوات. تم رصد هذا الاعتداء عن بعد وتم التحري عن أصحاب المنزل، للأسف معظمهم في عمان، تم الوصول إليهم وتم إحضار وكالة منهم وتم متابعة هذا الموضوع منذ قرابة 8 سنوات. تم الحصول على قرار بإخلائها وتم إثبات اعتداءها على هذا المبنى. القرار يقضي بإخلاء المستوطنين من هذا المبنى خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، لتسجل لجنة الإعمار نجاحا جديدا في إفشال مخطط استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على هذا المبنى الذي يضم 4 بيوت هجر أصحابها بقرارات عسكرية بعد إغلاق الشارع وضمه للمستوطنة. بأمل من الجهات المختصة والمعنية المتابعة على هذا الأمر بجدية ويعني بعين الأهمية، لأنه إحنا كل بيت بنسترده أو كل حصوة بنستردها في منطقة شارع الشهداء هي إنجاز فلسطيني لكل الفلسطين. فبعد أن استولى المستوطنون على العديد من المباني التاريخية والأثرية في البلدة القديمة كمبنى الرجب وأبو رجب والزعتري والبكري وغيرها، لا تزال بيوت المواطنين هنا تحت أنظار المستوطنين وأطماعهم لخلق تاريخ مزور لهم وتحقيق أهدافهم الاستيطانية في قلب الخليل. لا تزال الجهود الرسمية تشكل شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته هنا، والتي تهدف إلى تهويد ما تبقى من الخليل العتيقة. ساري العويوي، تلفزيون فلسطين، الخليل. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مكاتبها المنتشرة ب11 محافظة بدءا من اليوم وحتى 6 من الشهر المقبل، حيث ستتم عملية الترشح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي. تنفيذا للخطة التي أعدتها لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات المحلية للعام 2017 في 13 من شهر أيار القادم، فتح باب الترشح ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء 28 من آذار حتى نهاية مساء يوم الخميس الموافق 6 من نيسان القادم، وذلك عبر تقديم طلبات ترشح القوائم في مكاتب اللجنة المنتشرة في الضفة الغربية. الفترة اللي بتقدم فيها طلبات الترشح هي 10 أيام، يلي ذلك فترة تقديم الاعتراضات هي ننشر الكشف لمدة 3 أيام، ويتم خلالها يعني معالجة أو استقبال أي اعتراضات من المواطنين، وبعد ذلك تبت اللجنة في هذه الاعتراضات، وعند إذا كان أي مواطن لديه اعتراض على قرار المحكمة اللجنة بإمكانه التوجه لمحكمة قضايا الانتخابات للطعن في قرارات اللجنة بهذا الخصوص. لجنة الانتخابات المركزية تسهيلا وتيسيرا على المرشحين وفرت نماذج الترشح على الموقع الإلكتروني الخاص بها. اللجنة أشارت أن على المرشحين إخراج أوراق وبراءات ذمة جديدة وأن السابقة باتت غير صالحة. المشكلة في موضوع الترشح عندنا أن الكثير من المواطنين أو معظم المواطنين ينتظروا اليوم الأخير للترشح لتقديم طلبات الترشح، وهذا يعني أنه فترة الترشح تمتد 10 أيام، في الأيام 9 الأولى يكون هناك حركة خفيفة جدا فيما يتعلق بتقديم طلبات الترشح، وينتظر المواطنون اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح، وهذا يفقدهم الحق
في أنه إذا كان في أي خلل في القائمة التي قدموها يتم مراجعتها وتصويب أوضاعها وتقديمها مرة أخرى. ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المدرجين في سجل الناخبين لأغراض الانتخابات المحلية المقبلة ما يقارب 1,134,000 ناخب وناخبة في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية. بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية 2017 تؤسس لمرحلة ديمقراطية فلسطينية أخرى ستتوج بضخ دماء جديدة في إدارة الهيئات المحلية. هارون عمير، تلفزيون فلسطين. في رام الله وقعت جامعة القدس المفتوحة فضائية القدس التعليمية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مذكرة تفاهم وشراكة في مجال البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات العلاقة بالتربية والثقافة والعلوم. وتهدف هذه المذكرة إلى إبراز الشخصيات الوطنية من خلال البرامج التعليمية والثقافية، إضافة إلى إبراز التراث والمعالم الثقافية الفكرية ونشرها على أوسع نطاق وتوثيق الرواية التاريخية. هذه الاتفاقية يعني تأتي من الأهمية بمكان من أجل توحيد الخطاب الثقافي لرعاية النشء الفلسطيني الجديد وتركيز الحس الوطني الذي يبنى على ثقافة وطنية قائمة على أرضية صلبة من أجل الوقوف في وجه الممارسات الاحتلالية التي نعاني منها اليوم. نحن في لحظة مرة من تاريخ شعبنا، نحتاج إلى مقولة إعلامية تنازل مقولة النقيض مثلما يستبيح هذا النقيض كل الفضاءات في فلسطين وتحديدا في القدس، ويحاول أن يمرر رواية مشوهة وكابية فيما يتعلق بفلسطين مكانا وجغرافيا. فإننا نحاول أن نصد هذه الرواية بتوثيق الرواية الفلسطينية وإحداث جسر من التواصل الإعلامي ما بين اللجنة الوطنية الفلسطينية وما بين جامعة القدس المفتوحة. يلعب فن المسرح دورا مهما في تثقيف الشعوب والارتقاء بفكرها، وهو انعكاس لحياتها وواقعها بما يتناوله من قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية. قال والله يوم قال أنا مش لاقين شغل، قال ويليام شكسبير: أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. وها هو العالم كله يحتفل بيوم المسرح العالمي إدراكا لهذه المقولة وتكريما للفنانين التعبيريين المسرحيين الذين ساهموا في إثراء المشهد الثقافي ودعم هذا الفن الذي اعتبر من أول الفنون وأعقدها على مستوى العالم. في هذا اليوم على مستوى العالم يكرم المسرحيين، المسرحيين يحتفوا بهذا اليوم، المسرحيين يلتقوا في هذا اليوم، يتحابوا في هذا اليوم. فغزة والاتحاد الفنانين واجب عليهم أن يكرموا هؤلاء المسرحيين الذين قدموا في على مسيرة حياتهم وعطائهم في مجال العمل المسرحي، يجب أن يكرموا هؤلاء على كل هذا التاريخ المسرحي الذي ساهم وساعد في انتشار القضية الفلسطينية. وفي ظل التعقيدات التي خيمت على المجتمع والحياة الفلسطينية عامة، كان لفن المسرح دور في تسليط الضوء على القضايا التي وصفت الهم الفلسطيني وتناولت قضاياه سياسية كانت أو اجتماعية. المسرح بمفهومه العام مسرح هو مسرح مقاوم، مسرح أكثر للتعبير عن الرأي، والمسرح هو أساس للحرية، هو منبر للحرية. وطبعا انت بنعرف انه قديش محتاجين في هذا الوقت وفي كل وقت لمفهوم التعبير الحر. عادة الفنانين بتكرموا بعد موتهم، انه اليوم يتكرموا بحياتهم هاي رسالة كثير قوية اللي تعطينا أمل إنه نستمر للأمام. الحركة المسرحية الفلسطينية لطالما كانت حركة نشطة ولها امتداد تاريخي ليس بالقصير، حيث قام عليها مجموعة كبيرة من الشباب تجمعوا على شكل فرق مسرحية وقدموا مختلف ألوان الفن المسرحي خلال السنوات الماضية، وبجهود ذاتية بدأت منذ عام 1984 واستمرت حتى يومنا هذا. من غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
للكاريكاتير هدف ناقد وغاية وليس فقط السخرية من الواقع، هذا ما يؤكده المختص في فن الكاريكاتير عاطف سلامة. داخل هذه الغرفة ذات الأحجار العتيقة وعلى أنغام سيدة الغناء العربي، يستلهم من وحي واقعه الغني بالاستلهام لوحاته الكاريكاتورية. عاطف الوحيد في غزة الذي اتخذ من الكاريكاتير منهجا وتخصصا ممزوجا بالموهبة ليتبلور مخرجا جميلا على الورق. الشخص منذ الخليقة، منذ الولادة، تولد معه موهبة الفن والرسم. أما فيما يتعلق بالعمل في الأبحاث والدراسات فهي تمحص وتمعن ودراسة وتعمق. أبحث في هذا الفن النادر، الفن الجميل، الفن الرائع، الفن الذي يوجع. صاحبنا هذا الذي يرفض أن ينعت بالفنان يعاتب الجامعات والمعاهد التي تدرس فنون الصحافة لاستبعادها طوعا أو قهرا تدريس فن رسم الكاريكاتير كباقي الفنون والأشكال الصحفية، آملا أن تعيد المؤسسات الأكاديمية النظر في ذلك. الجامعات لم تعطي هذا الفن حقه للأسف. رسالتي للجامعات الفلسطينية والمعاهد والكليات أن يكون هناك مساقا خاصا بفن الكاريكاتير كي يدرس أسوة بالأنواع الصحفية الأخرى. له كتاب في فنه هذا، ويعزم على طبع اثنين آخرين باتا في مراحلهما الأخيرة، إلا أن رسوماته لم تنشر في صحف دورية عدا عن نشر بعضها والتي تجاوزت ما يزيد عن 800 لوحة على صفحات الفيسبوك. فن وإبداع جميل هو لا شك، مثل البهارات لاذع ويضيف نكهة للفنون الصحفية الأخرى، يحاكي الواقع دوما وبات يصارع أمواج التطور المتلاطمة والمتلاحقة علّه يحافظ على بقائه شكلا ومضمونا. فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، غزة. قبل ختام النشرة أذكركم بالعناوين. قادما من بلجيكا، سيد الرئيس يصل إلى عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية. شكري يؤكد أن التنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية على أعلى مستوياته ولا تعديل على مبادرة السلام العربية. تزامنا مع قرار نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة باقتحام المسجد، الاحتلال يصعد هجمته على الأقصى ويعتقل 7 من حراسه. شكرا لمتابعتكم، هذه تحية، إلى اللقاء.